الحمد لله الشوارع فاضية شوية النهاردة. مش النهاردة السبت اجازة؟ الدنيا اجازة الحمد لله. غير بقى يوم، غير ايام الاسبوع تبقى الدنيا زحمة قوي. اشتروا سيراميك بقى ولا ايه؟ سيراميك احنا بنعمل مع الدكتور. رايحين للدكتور، الف سلامة. الف سلامة. الف سلامة ان شاء الله. انتوا نازلين في يوم الاجازة بقى، حضرتك بتشتغلي ولا حاجة؟ اللهم رب المنزل. رب المنزل. تعبانة شديد الأول. نعم؟ نزلنا شديد الأول بس عشان أنا تعبانة. سلامتك ألف سلام، سلامتك ألف سلام. ربنا يطمنك عليها عروسة. اللهم آمين يا رب. وليها أخوات بقى، عندها أخوات؟ ربنا يخليهم لك؟ أنا إحنا ولد وبنت بس. ولد وبنت. حاجة جميلة أوي. ابني في حقوق أهو. في حقوق، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وأنا متخرجة بقالي سنتين. بسم الله ما شاء الله. متخرجة منين؟ أنا معايا بكالوريوس أخصائية رقابة الجودة. بكالوريوس اخصائيه رقابه الجوده؟ تمام. بتشتغلي دلوقتي فين بقى؟ لا انا اشتغلت يعني بعيدا تماما عن مجالي. بعيد تماما عن خالص. مفيش. انا مذيع وشغال سواق تاكسي اهو. صدق انك حاسه بكده؟ احنا حاسين بكده مش عارفين. والله انا حاسه بكده. عادي يعني. وكام بنتصور؟ انا حاسه بشكل. عادي. بتشتغلي فين ما قلتليش؟ انا بشتغل في مدرسه اللي هي البريتش انترناشونال سكول. مدرسه دوليه بقى. يا سيدي، بس الشغل في المدرسه مريح يعني؟ هو حلو. طب بما ان انا كشفت لكم سري. والله على فكره بقى غير ما تكشف سرك، انا شايفه ان في كاميرا قصاد حضرتك، شايفه ان في كاميرا قصادي. امشي على يمين واكمل على طول ولا ايه؟ كمل على طول. لا بص، بصي بقى يا سيدي، انت مش عارفه، انا معايا الفريق كله، معانا فريق مساند هيقول لنا الطريق بالظبط. انا بقدم برنامج اسمه احدث في مصر. ايوه يعني بي بي سي مصر. ايوه صباح يا بيجو حضرتك. على فكره انا قلت لها امتى؟ قلت لها قبل ماركو. قلت لها لا بتهزري. والله العظيم انا عرفت حضرتك. قلت لها على فكره هو مذيع بس انا مش قادره اجيب الاسم. انا اسمي شريف حضرتك. ايوه شريف، استاذ شريف عامر. شريف عامر. ايوه انا سعيدة على فكرة بحضرتك. انا ربنا يكرمك. ربنا يخليك. فوق الكوبري ولا تحت الكوبري؟ بس خليكوا معايا. ايه بابا؟ هو كمان بيتكلم. بابا كمان بيتكلم. سلم لنا على بعض. لا احنا هو بيطمن على بعض. شريف مسيح، شريف عامر، ام بي سي مصر. ركبنا معايا التاكسي. ركبنا كده. والله ركبنا كده بالصدفة. هتكلموا. مع حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ طب الحمد لله، انا هوصل المدام للدكتور اهو، ما تقلقش وكل حاجه تبقى تمام. احنا بنعمل فقره كده تاكسي وبننزل نصور في الشارع مره في الاسبوع كده، نشوف الناس ونقابلهم. وبعدين حظنا الطيب بقى ان احنا يعني ايه، قابلنا الهانم وقابلنا بنت حضرتك. بس احنا لسه ما خدناش موافقتهم على الاذاعه يعني، ففرصه بقى ان احنا بنتكلم مع حضرتك، ناخد موافقه منك ومنها. ربنا يكرمك ويخليك. اهي البنوته معاك، اهي بنتك، انا ما تعرفتش باسمها فهي هتكلمك حالا. مي. ايوه مي. اهي مي. الاستاذه مي مع حضرتك. يا استاذه ثانيه واحده. ايوه خدنا موافقه، خي ختم رسمي كده. انا ليا الشرف يا استاذ شريف. يا فندم انا اللي ليا الشرف. ربنا يكرمك. ميرسي يا رب. ماشي يا ماما. واخبار الدنيا ايه طيب؟ وربه المنزل بتعمل ايه؟ باي باي. لا والله هو ربه المنزل واشقاها كله لبيتي واولادي وجوزي الحمد لله. اشقاها كله لبيتها وعيالها وجوزها طبعا. واعمل لهم كل حاجه ومحبش انهم يجيبوا اكل من بره. ما تجيبوش اكل من بره؟ لا ماما بس ساعات. لا استني استني ساعات من بره. وبعدين اليومين دول برضو الدنيا بقت غاليه. لا والله اقول لك على حاجه. مش موضوع الدنيا غاليه ولا حاجه. هي الدنيا غاليه انا معاك وكل حاجه. بس انا عايشه ان انا بعمل، احب اعمل اكل. بتحبي دي هوايتك بقى كمان؟ دي هوايه. انا ساعات بقى مثلا في يوم مثلا زهقانين وكده نقول لها تعالي نتغدى بره. كده يعني. وهي تقعد تقول لكم بقى الاكل اللي بره ده زي الاكل اللي بعمله لكم في البيت؟ طبعا. لازم الجمله دي لازم تتقال. مفيش ام ما بتقولش الجمله دي. ده اكيد. اكتر حاجه بتشغل ربة البيت ايه؟
بعد العيال وصحتهم ومذاكرتهم والراجل و... اكتر حاجه شغلاني يعني انت تبقي قاعده بس بتحملي هم الاسعار بتحملي هم اكتر حاجه بتبقي تفكري فيها بعد الحمد لله وتطمني ان كل واحد فيهم صحته كويسه و... وشغله تمام ان هم يجوا يوم من الايام ويسيبوني. هم عمرهم ما هيسيبوكي اكيد لو سيبوكي جغرافيا بس يعني لو سيبوكي اماكن بس عمرهم ما هيبعدوا عنك. ده اللي يمكن اللي تعبني وتعبني جامد يعني. طب ما انت سبتي والدتك ووالدتك سابت والدتها وكلنا بس سنة الدنيا يعني ايوه سنة الحياة وكل حاجة بس ساعات بحس اني حاجة اوفر شوية. ربنا يخليهم لك دايما. الواحد لما بيشوف عياله مبسوطين ومرتاحين طبعا الحمد لله كمان شوية هتبقي هو ده اكتر حاجة انت عايزاها يعني اكتر حاجة انت مبسوطة بيها اكيد. وترتاحي من دوشتهم شوية بقى وتقعدي انت وابو العيال تريحوا دماغكم شوية. لا والله بقى لا ماما عندهاش ده كده لازم تسال علينا وتشوفنا نعمل ايه وبتسوي كده يعني. طب تصدقي انا دلوقتي داخل على 50 ربنا يديك الصحه. انا ما ينفعش اخلص يوم الشغل وما اكلمش ابويا اقول له انا خلصت شغل طبعا ايوه وهو شايفني قبل ما ارجع البيت اكون بكلمه لازم وتبقى الدنيا قامت ما عادتش لو ما اتكلمتش. اقول له يا عم اصبر عليا لسه عندي شغل هو مش شغل بس اللي على التلفزيون. يقول لي لا لازم اكلمه. فكلهم ربنا يخليهم لنا يعني كلهم كده. اللهم امين يا رب. انت مخطوبه بقى وجهزتي خلاص السيراميك جبتوه خلاص. لا لسه انا قلت دول نازلين يجهزوا. لا لسه احنا بنجهز بقى انا وهي بقى. الجهاز مش قليل برضه الجهاز خالص الجهاز. لا صعب شويه والاسعار ربنا يقدركم يعني. اللهم امين يا رب. يا رب الاسعار مرتفعه جامد. فين يعني على ايامنا احنا وغير ايامهم. لا مفيش فرق. انا بس هندخل من اللي بعده عشان هنا زحمه قوي. ولا فتحت اهي فتحت. اصل على فكره انا ما بحب اركب مع اي حد بحب اخد بالي من كل حاجه. بتبقي مركزه بقى مع العربيه اكيد طبعا. اكيد. بس انت كده كسرت لنا الحكايه خالص. انا احنا كنا بنعتمد انه على الاقل اللي هيركب مش عارفني من بره يعني يركب وياخد ويدي مع نفسه بعدين تمام. سبحان الله انا اول مره اجي اصور هنا اصلا يعني اول مره نيجي عند بس العقاد ومدينه مصر. وبعدين يعني انا بقول لحضرتك يعني بنروح حضرتك الحي التاني لقيت حضرتك بتقول لي اركبوا فانا بصيت لحضرتك كده قلت اوكي ماشي. طب هو سواق التاكسي يا جماعه ما هنعمل ايه طيب؟ هو المفروض سواق التاكسي يركب اي حد ويركب الناس. مش هركبك على مزاجي هركبك على مزاجك عشان كده مش شغالين. ايوه صح والله. ساعات كتير بنوقف يقول لنا لا انا مش رايح المكان ده. شو المكان ده ايه ده انا سايق دلوقتي وسط 3 4 تاكسيات كلنا بنتنشق على زبون. ده انا بلف بصباحات ربنا حضراتكم تاني حد تاني توصيله تركب معايا والله. والله. طب اقول لحضرتك حاجه. المفروض الناس تركب وتشتغل ويبقى في ايوه طبعا يعني. طب انا ابني في كليه حقوق في سنه ثالثه. ايوه والله لو اقول لحضرتك ان هو بيجمع البلاستيكات لوحدها وبيجمع الكنزات لوحدها. بيعمل موضوع ريسايكل ده. فانا فجيت في مره بقول له ايه انت بتعمله كده ده ايه الزباله دي. قال لي مين قال لك دي زباله يا ماما. دي حاجات بتجيب فلوس. دي فلوس يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليه. وابني ده الحمد لله معاه بطوله الجمهوريه في الكاراتيه. بسم الله ما شاء الله. يعني انا برضو مش حاجات ربه منزل ولا حاجه. لا مصحصحه لهم بقى. لا وتقسيم وقت وتدريب ورايح وجاي. انا كنت باخده وكنت هو الاستاذ سعيد بيشتغل ايه في اي مجال؟ سعيد شغال في شركه في مدينه نصر. شركه في مدينه نصر. الحمد لله. الاستاذ سعيد برضو متابعك اهو عمال يكلمك. وانا والله ما اكذبش عليك انا من غير جوزي فعلا ما اسويش. ربنا يخليكم لبعض. اللهم امين. طب وانت بتتفرجي على التلفزيون يا مي ولا كله اونلاين بقى؟ لا بتفرج برضه. ها؟ بتفرج. الشباب الصغير الجديد كله بقى التليفونات والباد وبتاع. لا بس مثلا مسلسلات مثلا كده اتفرج برامج كده. وعلى الموبايل ده اكيد. كله قاعد على الموبايل ده اكيد موبايل. بتقعد على الموبايل كتير؟ هي لا ساعات لا. ساعات وساعات. يعني بس بالليل لازم. بالليل لازم. ده حاجه اكيد. طيب يا بنتي بالليل ده اللي بيطير ده التليفونات دي هي اللي بتطير النوم من عين الواحد. نشوف كده ايه اللي حصل. شوفي بقى اخر النهار بقى اخر يوم تشوفي ايه اللي بيحصل. ايوه. وماما عملت اكونت على الفيسبوك. عملت لها. عملت لك فيسبوك كمان. طب وانت يا مي بقى تعليقات ماما على الفيسبوك بتبقى اخبارها ايه معاكي؟ لا جميله. لا تنكري جميله. حلو. هي تقدر تقول غير كده؟
ينفعش تقول كده. لا لا خالص. كله دلوقتي مكشوف قدام كله. الامهات شايفين البنات والبنات شايفين الامهات والابهات شايفين العيال. بس على فكره رغم ان هو حاجه كويسه بس برضه ساعات بعكس مش حلو يعني. في ناس بتاخده مش حلو. ليه بقى؟ في ناس يعني في ناس اعرفها وبتاع يعني اتعرفوا على ناس وسابوا مراتهم وقالوا ويعني بيخرب بيوت يعني. ايوه بيخرب بيوت كتير كتير. عندك حق. بس دي قله عقل يعني.